نبيل عناني فنان تشكيلي فلسطيني عايش في رام الله من سنة 1972، عضو مؤسس الحركة التشكيلية الفلسطينية وعضو في مجموعة من المؤسسات الفلسطينية الموجودة خاصة أكاديمية الفنون، وبعمل فنان متفرغ الآن، وعضو في الحوش دوت كوم، وبدرس موضوع الفنون في كلية الفنون في جامعة القدس وفي الأكاديمية الدولية للفنون في رام الله. الآن أنا متفرغ في المرسم للفن، ومهتم بالدرجة الأولى لموضوع الزيتون باعتبار شجرة الزيتون شجرة مقدسة ولها تاريخ في فلسطين، لها جذور عميقة، يعني في بعض الأشجار عمرها فوق 1000 عام، وشجرة الزيتون معروف إنها رمز سياسي ورمز اقتصادي، لأن الفلسطينيين بيعتمدوا على الزيت والزيتون يعني بشكل رئيسي في اقتصادهم، وكمان إنه الشجرة شجرة الزيتون بتعاني من ناحية سياسية من الإسرائيليين المستوطنين أو الإسرائيليين بتجريف الأراضي بالاستيطان إلى آخره. الاهتمام هذا طبعا خلاني أخرج للطبيعة وأرسم سكتشات في الطبيعة خاصة في منطقة رام الله قراها، وأحيانا بأخذ كاميرا معي وبصور بعض المناظر وبرجع للمرسم بكمل اللوحات. هذه اللوحة أخذت هذا المنظر من منطقة عين كينيا اللي هي غرب رام الله، أعجبني المنظر وخاصة طريقة العمق الفراغي اللي في الشجر والألوان، وبالتالي عبرت عنها بالطريقة اللي شايفينها هون، وبجد إنه هذا المنظر بظل قريب على القلب بالنسبة لي، يعني هي لوحة جزء من كياني يعني، وبالتالي أنا حبيت اللوحة هاي بالذات يعني.